عندما يتصف شخص بالتسامح فإن هذا يعني أنه شخص كريم، شخص جواد، شخص يعطي الآخرين ويمنحهم الحب والخير والتعايش. هذا الشخص يكون متواضع، يحب الخير للناس وأيضا يحافظ على حقوقهم ويكرمهم ولا يترفع على الضعيف منهم، وإنما يتقرب منهم ويعطيهم حقوقهم. ربما يكون ذلك في الإنسان العادي، ولكن الله سبحانه وتعالى يختبر الناس باليتيم، يختبر الناس لينظر كيف سيحافظون على حق اليتيم وهو مكسور لا أب له ولم يبلغ بعد. لذا جاء في الدين الحنيف تأكيد على حق اليتيم، لأن هذا الحق من أعظم الحقوق، ربما كانت قبل الإسلام مهضومة أو غير موجودة، ولكن الإسلام وضع لها عواقب وخيمة لمن أكل حق اليتيم. اليتيم في حياتنا له دور كبير، لأن كثير من العظماء والمشاهير كانوا أيتاما. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم للتسامح وطن. في برنامجنا نتحدث دائما عن التسامح بكل قيمه ومعانيه، عن المحبة والخير والعطاء، عن التعايش مع الآخر وقبول الآخر، عن نبذ العنصرية وكل المعاني التي تؤصل للتعايش السلمي والمحبة داخل المجتمع التي تبني مجتمعات ملؤها الخير والحب والسلام. مشاهدينا في كل مكان، فقرة رواد التسامح يشرفنا أن يكون معنا اليوم سعادة الدكتور هشام الزهراني، نائب رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية بجمعية دار البر. أهلا ومرحبا دكتور. حياك الله أستاذي وائل. أهلا بك دكتور. في بداية الحلقة ونحن نتحدث عن رمضان والتسامح وكفالة الأيتام، هذه المعاني الثلاثة كيف تربطها في رسالة للمشاهدين؟ نعم، بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. حقيقة بداية أحب أن أهنئ الجميع من يشاهد هذا البرنامج المبارك، وجزاك الله خير على هذا البرنامج الرائع. حقيقة أهنئ بحلول شهر رمضان المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في الطاعات وتلاوة وقيام وصلاة وغيرها من العبادات. لا شك أن شهر رمضان المبارك مرتبط بشكل مباشر بالعمل الخيري، بالطاعات، بالأعمال الصالحة. فكل إنسان حينما يأتي شهر رمضان يتذكر ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذا الشهر الفضيل. نجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر خصه بمزيد من الصدقة، وهو نوع من أنواع التسامح مع الآخرين. طبعا. نجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر كان يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يتعلم من هذا الكتاب المبارك العديد من معاني التسامح وكذلك التعامل مع الطرف الآخر. لا شك أن الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب المبارك ذكر العديد والعديد من الآداب التي تحلى بها المسلم في تعامله مع الآخرين. أما اليتيم فلك أن تقرأ في كتاب الله الآيات العديدة التي وردت وجاءت في التوصية بحق اليتيم وحفظه، وما جاء هذا الأمر عن عبث، وإنما جاء لبيان أهمية هذا الحق، وأنه فرد في المجتمع يجب على كل إنسان أن يرعى حقه ويهتم بهذا اليتيم. جميل. إذا أردنا أن نربط معاني التسامح وقيم التسامح مع اليتيم، خاصة الضعيف من اليتيم أو الفقير من اليتيم، الله يبارك فيك، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث فقال إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فذكر اليتيم على جهة الخصوص، لماذا؟ لأن اليتيم فقد الأب، فقد من كان يطمح أن يبني له مستقبله. هذا اليتيم الذي كان ينتظر من والده حينما يدخل المنزل أن يتقبله وأن يحضنه وأن يذكر له ما جرى له في حياته في يومه هذا، ماذا فعل وماذا صنع، يلقي له الخبرات ويعطيه من نعم. ثم بعد ذلك هذا اليتيم فقد والده، فلك أن تتخيل أين يجد اليتيم أباه؟ يراه في الأحلام والمنامات، ويسعد بهذه الأحلام التي يراها من أفضل الأحلام التي تمر به، يا الله، حينما يشاهد والده. لا شك أنه كان يطمح أن يبني لنفسه أو بنى لنفسه مستقبلا، ولكن هذا المستقبل في نظره ذهب ولم يعد له معنى. نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب بين وحث على كفالة اليتيم، ووضع أعظم أجر كما ذكره أحد العلماء ابن بطال رحمه الله تعالى، يقول يعني أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف جعل كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة في هذا أمر مهم جدا. هذا الكافل حينما اصطحب اليتيم معه في الدنيا استحق أن يصطحب النبي معه هكذا في الدنيا، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في الجنة. الله، معنى جميل ورائع وراقي. التسامح هو التعايش مع الآخر، التسامح هو قيم المحبة للآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له أشعر بقسوة في قلبي، فقال امسح على رأس يتيم. هذا الحديث تحديدا ماذا فيه من معاني المحبة والتألف؟ لا شك أن الإنسان في هذه الحياة يقسو قلبه،
ويمر بمثل هذه الأمور، ولكن كل إنسان السعيد هو الذي يبحث عن ما يلين قلبه. فالإنسان حينما يبحث عن ما يلين له قلبه، سأل ذلك الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، شكى إليه قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. الله، لاحظ، اختار من اختار المسكين واختار الضعيف، أيضا الضعيف، الجوانب الضعيف. نعم الله. فهؤلاء حينما تصحبهم تشعر براحة نفسية. كم أنت في نعمة، وكم أنت وكذلك تشعر بسعادة حينما تحسن إليهم. الله، الإحسان إلى هؤلاء الفئة من المجتمع يشعرك بنوع يعني عظيم من السعادة والراحة النفسية التي ربما لا تجدها في شيء آخر. جميل. دكتور، إن سمحت لي، حضرنا حفل جمعية دار البر، حفل أم العطاء للأيتام، وجدنا هذه السعادة في عيون الأطفال، وجدنا ما تقدمه جمعية دار البر للأيتام، وسنرى بعد قليل تقرير أو فيلم بسيط عن هذا الحفل وكيف تقدم جمعية دار البر هذا المجتمع. نريد تعليق بسيط على هذه الكوكبة من أيتام العالم، كيف جاءت إلى دار البر؟ نعم، بفضل الله سبحانه وتعالى الجمعية تقوم على كفالة الأيتام من وطرح هذا المشروع المبارك، مشروع كفالة الأيتام على المحسنين. وحاليا الجمعية تكفل أكثر من 34 يتيم خارج الدولة وداخل الدولة. وحقيقة هذا الحفل جاء من منطلق اهتمام أم العطاء حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، سمو الشيخ هند بن مكتوم بجمعة آل مكتوم حفظه الله ورعاها. يأتي من منطلق اهتمام الجمعية حينما كفلت هذا العدد الكبير من الأيتام الذين جاءوا من قبل المحسنين وأهل الخير الذين سارعوا إلى كفالة الأيتام. جميل. فكانت الجمعية حقيقة سباقة فيها عمل هذا الحفل 14 بهدف إسعاد اليتيم وإحضارهم، حيث أحضرت كوكبة حقيقة من المتميزين في دراستهم، أحضرت ما يقارب 24 يتيما من خارج الدولة من 11 دولة مختلفة، قدموا إلى أرض دولة الإمارات. 11 دولة. نعم، ما شاء الله، 11 دولة. نعم. طبعا أخذناهم وصحبناهم في جولات متفرقة سياحية في إمارة دبي وفي دولة الإمارات، وحينما تشاهد سعادتهم والدموع التي في عيونهم تشعر أن الله سبحانه وتعالى منحك نعمة عظيمة أنك تحسنها إلى هؤلاء. نذهب إلى هذا التقرير لنرى هذه السعادة التي تحدثت عنها، نرى هؤلاء الأيتام وهم في غاية السعادة والفرح داخل دولة الإمارات وهم يتجولون في أجواءها، ونعود لنكمل هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، مع هذا الفيلم البسيط عن حفل أم العطاء وعن أيتام من خارج الدولة يسعدون داخل الدولة، ونعود بعده لنكمل هذا اللقاء من برنامجكم للتسامح وطن. اليوم في بيت الفن، خلونا نفتح له أبواب بيت الفن. ارجع 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 لنفيك يا حفيد المجزرة، إن هنا الموتى وتلك المقبرة. يعني مثل الإشارة أمشي يمين ويسار، يلا وخليه الوسط هالمرة، لأن أنا طول عمري أمشي وسط. بعد تجربتك مع القيصر، كيف توصف تجربتك مع عاصم؟ خيالك كبير لما توظف هذا الخيال للواقع. جوابك جاهز دائما بقصيدتي. أنا كنت محطة مهمة بحياة صابر. أنا يأخذون مني ما أخذ من حد ثاني، بس خلي أرجع لك على أول. يا سبحان الله، عندك نبوة رهيبة بهذا السؤال. حلو. إن العراق لم يعاني هذا الكم من الويلات على مدى السنوات العشر اللي قبل. شو كنت كتبت؟ عن شو؟ أنا أيضا مثلها متمرد. عبق الماضي، تراثنا غير. حياكم الله. بفوالتنا، فوالة الفجيرة غير.
تابعونا طيلة شهر رمضان المبارك على تلفزيون فجيرة في برنامج فوالة، ومبارك عليكم السهر. لأنهم سر السعادة في الحياة، هم أيضا سر البسمة، سر البركة، سر الخير في حياتنا، هم الأيتام. الأيتام لهم أيضا حق على الجميع في كل المجتمعات التي يعيش فيها أيتام، والأيتام في كل مكان في العالم حسب سنة الحياة، حسب قوانين الحياة والموت التي فرض الله سبحانه وتعالى على الخلق، لا بد من مراعاة الأيتام وكفالتهم وكذلك الرعاية الحقيقية لهم، دون أن ننظر إلى المبالغ البسيطة ربما التي تدفع لهم. لليتيم حق نحو المجتمع. اليوم نؤصل هذا الحق مع سعادة الدكتور هشام الزهراني، نائب رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية بجمعية دار البر. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور. مرحبا. نذكر بسؤال الحلقة للمشاهدين، ونقول سؤال حلقة اليوم هو: اذكر واحد من المشاهير كان يتيما. اذكر واحدا من المشاهير كان يتيما. أي اسم من أسماء المشاهير اللي كانوا أيتام، اللي أثروا في الحياة وأثروا في البشرية، أضافوا قيمة مضافة في الحياة، إن شاء الله تواصلوا معنا على رقم الهاتف، هتفوزوا معنا اليوم ب 500 درهم نقدا، وأيضا معنا جائزة إضافية هنعرفها معكم بعد قليل. بنرجع نكمل مع دكتور هشام، وبنقول دكتور، من روائع قصص الـ الإسلامي في حق اليتيم، كما سمعنا منك من قبل قصة ابن عمر، نريد أن نوصل الرسالة في هذه القصة للمشاهدين. نعم، الصحابة عموما كانوا يحرصون على كفالة الأيتام. لو سألنا لماذا؟ لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فزادهم شوقا إلى أن يصحبوه في الآخرة، فكانوا يحرصون على كفالة الأيتام، لأن كافل اليتيم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عمر عنده يتيمان، نعم، يكفلهما، فإذا دخل المنزل فلا يأكل طعاما حتى يبدأ الأيتام بأكل الطعام، فينظر إليهم حتى إذا شبعوا ورووا من الطعام، حين ذلك يطمئن ابن عمر وتقر عينه بأنه قد حقق معنى الكفالة. الله، جميل هذا المعنى. فليست الكفالة أن تقدم طعاما وتدعوه يأكل، وإنما أن تطالع ماذا أكل، هل شبع ذلك اليتيم أو لا. لا شك أن هذا أعلى مراتب الكفالة، كما يكون ابنك بالضبط. أنت تسعد عندما ترى الابن، إذا كان ابنك الحقيقي، نعم، وهو يأكل ويشرب حتى يشبع. صحيح. فهو يعيش هذا المعنى عند هؤلاء الأيتام. رسالة دار البر للعالم من خلال كفالتها للأيتام، ومن خلال ما تقدمه من رعاية حقيقية للأيتام. كثير من الكفلاء يتخيل أنه مبلغ بسيط يمكن أن يكفل يتيم، يدفع هو من نفسه لأي يتيم، لكن ماذا تقدم دار البر لكفالة الأيتام؟ نعم، الجمعية حقيقة أخذت على عاتقها الاهتمام بهؤلاء الأيتام، عملا بتوصية الله تبارك وتعالى وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تحرص الجمعية على أن تؤدي لهذا اليتيم كل ما يحتاجه من كسوة ومن تعليم ومن علاج وتطبيب. لا شك نحن نعلم أن هؤلاء الأيتام منهم من كان يتيما ثم غدا طبيبا وعالما. نعم. كل ذلك ما يأتي إلا من خلال توفيق الله سبحانه وتعالى أولا، ثم المتابعة والاهتمام بهذا اليتيم. فالجمعية تحرص في مثل هذا الأمر أن تراعي هؤلاء الأيتام، وتقدم التقارير السنوية والربع والنصف سنوية إلى الكفلاء، وكذلك الجمعية في ذاتها تطالع هذه التقارير لتنتقي الأيتام وتقوم على رعايتهم. جميل، رائع. فالمعنى لا يتوقف على تقديم مبلغ فحسب، بل حتى على تقديم الناحية التربوية الثقافية لهؤلاء الأيتام. جدا رائع. إذن مشاهدين الكرام، جمعية دار البر تقدم رعاية الأيتام بمفهوم مختلف. إذا كنت تريد أن تكفل اليتيم، فليس معنى ذلك أن تعطي فقط 150 درهم خارج الدولة أو 300 درهم داخل الدولة، إنما هي تنوب عنك مشاهدي الكريم ومشاهدتي الكريمة في أن تبحث عن أيتام في أنحاء العالم، توفر قاعدة بيانات لأيتام العالم، ثم تقوم برعايتهم رعاية صحية وتعليمية، وكذلك رعاية تثقيفية وأيضا مجتمعية كاملة وشاملة، حتى يكون إنسان صالح ونافع لمجتمعه. معنا اتصالات والإجابة على سؤال حلقة اليوم. الاتصال الأول من خليفة من العين. أهلا ومرحبا يا خليفة، تفضل. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليكم السلام. علينا وعليكم يا رب العالمين. عرفت إجابة السؤال؟ هي عرفت. الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم يتيم وأعظم المشاهير من الأيتام. نشكرك خليفة على المشاركة معنا وعلى إجابة السؤال. كثير من المشاهير في العالم
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كانوا أيتام، وإجابة السؤال كثيرة ومتعددة، وفرصة تفوزوا معنا النهاردة كمان بخلاف الخمسمائة درهم أيضا رحلة عمرة مقدمة من حملة الملبي للحج والعمرة، وفرصة للمشاركة معنا اليوم مشاهدينا. ومعنا اتصال من ألاء من عجمان. أهلا ومرحبا يا ألاء، تفضلي. ممكن أشارك؟ أنت مشاركة بالفعل، تفضلي. هو رسول محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من غير النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما وكان من المشاهدين؟ زيد بن الأرقم. زيد بن الأرقم أيضا كان يتيما. نشكرك يا لا على الإضافة. شكرا. وعلى المشاركة معنا، ونريد ألا تتعدد الإجابات أو تتكرر الإجابة مرة أخرى، ونريد إجابات متعددة حتى نسلط الضوء على المشاهير في العالم. مشاهدينا أيضا معنا عبد الرحمن من الفجيرة. أهلا مرحبا يا عبد الرحمن، تفضل. يا عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل يا عبد الرحمن. أبو هريرة والزبير بن عوام. أبو هريرة والزبير بن العوام. والزبير بن العوام، نشكرك يا عبد الرحمن على المشاركة والإجابة، وبالفعل أيضا إضافة قيمة جدا لمشاهير الأيتام ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبل من كبار الصحابة. مريم من الشارقة، أهلا ومرحبا يا مريم، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا مريم. الحمد لله. الجواب سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإمام البخاري، الإمام أحمد بن حنبل. الإمام البخاري والإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي، ما دمنا نكمل في هذه السلسلة. نشكرك يا مريم على المشاركة معنا وعلى الإجابة، وجميل أن تتعدد الإجابات وأن تأتينا، ولكن أيضا نحب أن نتكلم عن مشاهير العالم ممن أضافوا للبشرية. ده نوع من التسامح، إذا وجدنا أن مخترعين كبار وعلماء مشاهير على مستوى العالم أيضا كانوا أيتام، فليتمنى ليس معناه توقف الحياة عند مرحلة معينة، إنما العلم بيجعل من الإنسان نافع سواء كان يتيم أو غير يتيم. معنا فارس من العين، أهلا مرحبا يا فارس، تفضل. كيف حالك يا فارس؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ زارك. الحمد لله تعالى. الإجابة في أي جانب؟ عندك الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة. الإمام الشافعي. نريد اسم جديد غير الأسماء التي قيلت. جديد. واحد من المخترعين، واحد من الرسامين، واحد من المشاهير. الإجابات صحيحة يا فارس، لكن نريد إجابة مضافة، نريد قيمة أخرى، نريد اسم آخر. نشكرك يا فارس على المشاركة معنا، وأيضا بنكمل معكم مشاهدينا. ومعانا اتصال من ناصر من دبي، أهلا ومرحبا يا ناصر، تفضل. كيف حالك يا ناصر؟ الحمد لله. إجابة السؤال هي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم. من غير الرسول كان من المشاهير وكان يتيما؟ مشاهير عادي لو كانوا يعني أي اسم من أي مكان في العالم. نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا، أشكرك شكرا جزيلا، وبنحب نسلط الضوء على مشاهير العالم أيضا. معنا هلا من الفجيرة. أهلا ومرحبا يا هلا، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشاعر أبو الطيب المتنبي. المتنبي، نشكرك يا هلا على المشاركة معنا وعلى الإجابة. وأيضا معانا محمد من الفجيرة، وما شاء الله الاتصالات اليوم كبيرة دكتور، ما شاء الله المشاركات متميزة معنا اليوم. أهلا يا محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في عبد الحليم حافظ. المطرب عبد الحليم حافظ أيضا كان من الأيتام. نشكرك يا محمد على المشاركة معنا، وبنشكر كل اللي اتصلوا بينا وجاوبوا على السؤال. وبنرجع لضيفنا النهاردة وبنتكلم دكتور من سياق السؤال، نتكلم عن مشاهير العالم ومن أضافوا للبشرية وكانوا أيتام، وربما ظروفهم كانت صعبة جدا في الحياة، لكنهم وصلوا إلى شيء ما نظروا إلى نفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان على رأس البشرية، ومن كان يتيم لم يحقد على المجتمع ولم يحنق على الناس، إنما كان مثال للرحمة. الرسالة في ذلك. نعم أستاذ وائل، حينما يكون المجتمع يحضن اليتيم ويحفظ له حقه، نعم، ويهتم بهذا اليتيم
فاعلم أن هذا اليتيم سيكون ثمرها مفيدة تعود على المجتمع. أما إذا كان المجتمع على خلاف ذلك، لأن اليتيم بعادته لم يجد ذلك الحنان في طفولته فيبحث، فربما كما ذكرت يحقد على الآخرين، ولكن حينما يرى هذا الأمر في مجتمع متآلف، في مجتمع متسامح، ويجد أن المجتمع يقف معه في كل صغيرة وكبيرة، يعينه في أموره وشؤونه، لا شك أن هذا اليتيم سيكون أحن من الفرد على المجتمع نفسه. رائع. دائما يأتي رمضان والأشهر في العطاء في رمضان هو زكاة المال، كفالة الأيتام. ربما إذا كان اليتيم غنيا أو فقيرا أو لا يملك فلا يدخل من ضمن أصناف الزكاة إلا إذا كان فقيرا. الرسالة للمزكين لديهم زكوات في فضل كفالة اليتيم بجوار دفع الزكاة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة بأن أحب الأعمال إلى الله ما افترضه على عباده، ولكن لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن يتقرب بالنوافل ويزيد في هذا الأمر لا شك أنه يكون محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويحبه الله وينادي في الملأ الأعلى أن الله يحبها فلانا. فليس الأمر متصلا على الزكاة فحسب. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون بالريح من الريح المرسلة في رمضان. نعم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غنيا حتى يعطي زكاة، ولكن كان لا يدخر شيئا، كان يخرج ما عنده من صدقات فيعطيها للآخرين. الله. فلذلك الأمر لا يتوقف على الزكاة كأداء فريضة، كفريضة، إنما أيضا النوافل الأخرى من كفالة الأيتام. نعود لاتصالاتنا، ومعنا اتصال من عائشة. أهلا ومرحبا يا عائشة، تفضلي، حياك الله. هلا، يعطيكم العافية. تفضلي أختي الكريمة. الله يخليك يا رب. تسلمي. الجواب إن شاء الله صقر قريش عبد الرحمن الداخل. عبد الرحمن الداخل صقر قريش. نشكرك يا عائشة. ومكملين معكم مشاهدينا، واليوم معنا 500 درهم نقدا ورحلة عمرة من حملة الملبي الحج والعمرة. معنا ماجد من الفجيرة، حياك الله يا ماجد، تفضل. الله يحييك سلمك. الله يحفظك. إضافة إلى ما قاله الإخوة الشاعر الكبير حافظ إبراهيم، حافظ إبراهيم، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر. نشكرك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك على المشاركة معنا. ومعنا آخر اتصال من ميرا من أبو ظبي. أهلا ومرحبا يا ميرا، تفضلي. أهلا فيك يا أخي. إن شاء الله دافنشي وأرسطو. أرسطو وليوناردو دافنشي. نشكرك، شكرا جزيلا. أيوة. على المشاركة معنا. ودول مشاهير، جزء بسيط أيضا من مشاهير العالم مشاهدينا كانوا من الأيتام. دكتور، المشاهير أضافوا إضافة كبيرة في العالم. نذهب إلى فاصل ونعود. نشكرك، شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل ونعود لنكمل، فابقوا معنا. مشاهدينا رجعنا لكم، وصلنا لأهم فقرة عندنا وهي معرفة من فاز معنا بالجوائز. دكتور أهلا ومرحبا مرة تانية، نعمل السحب معك دكتور، تفضل. 500 درهم نقدا، من الذي فاز؟ حقيقة الكل يستاهل، كل ما شاء الله إجاباته وإضافات قوية. نعم نعم. 500 درهم نقدا، محمد الأمين سليمان. ألف مبروك محمد الأمين سليمان من الفجيرة، ألف مبروك. 500 درهم نقدا، جائزة العمرة دكتور، تفضل. هذه أثمن جائزة عاد الواحد. نعم. عليه يغتنم هذا الشهر ويتفرغ للعمرة، فرصة كبيرة لعمرة. نعم. ألف مبروك. من الفائز معنا؟ مهيب السعد الراس. مهيب أسعد، السعد الراس من الشارقة. من الشارقة. ألف مبروك يا مهيب الجائزة. دكتور في نصف دقيقة كلمة للمشاهدين، ماذا تقول؟ أقول لهم أن دار البر تنتظركم لكي تساهموا، يكون لكم نصيب في كفالة الأيتام عبر التواصل على رقم الجمعية 879-879. بإمكانهم أن يتواصلوا معنا ويكون لهم نصيب في باب كفالة الأيتام ويصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. الله. مشاهدينا، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة من برنامجكم للتسامح وطن. غدا إن شاء حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. للتواصل الرقم المجاني 800-88-44، خدمة الواتساب، الموقع الإلكتروني